قطاس مجمل. 3 2 1 اخرج برت البيت، اخرج اينما كنت. لاني قط نينجا بارع في الاختباء، ترو لن تجدني ابدا. ايها المساعدون الصغار توقفوا، ستكشفون مكان اختبائي. أعتقد أني بارع في الهبوط ولكني لست بارعا في الاختباء. ما هذا؟ يبدو أن هناك من يعاني زكاما حادا. منزلنا لم يكن بالبرتقالي والأزرق. ماذا يجري يا ترى؟ لنرى إن كانت ألوان المنازل تتغير. كلما سمعنا العطاس تغير لون شيء مدهش. بي، الأفضل أن تنظر إلى نفسك، أنت بلون أخضر. ما رأيك؟ هل برز لون عيني؟ ترو، شعرك أصبح وردياً، يشبه فرائي تماماً. شكراً بي. يبدو أن العطاس قادم من قلعة قوس قزح. لا. ملك قوس قزح. ترو بارتلبي، رائع، أنا سعيد لأنكما هنا. سيدي، انظر إلى لوني الأخضر. أرى ما تعنيه. آسف جداً، يبدو أنني أصبت بحالة حادة من واتشوغي بوغيز. واتشوغي بوغيز؟ نعم، إنه يسبب لي العطاس، وكما لاحظتما فإنه يقوم بتغيير الألوان. هذا واضح، كلما عطست يتغير لون الأشياء، ولكن الأمر سيكون بخير، صحيح؟ بكل أسف، لا، بحسب ما قرأت، إذا لم أعالج مرض واتشوغي بوغيز قريباً، فإن تغير الألوان سينتشر وسيظل على تلك الحال إلى الأبد. إلى الأبد؟ ولكن لابد من طريقة ما لإيقافه. وفقاً للأسطورة، فالعلاج الوحيد هو أن أتعرض للدغة بريشة عصفورة هينوتاري. إنها عصفورة سحرية تعيش في قمة جبل تيبي تيبي توب، لكن الجبل منحدر وبارد ومثلج، ولم يتمكن أحد من الوصول إلى قمته. حسناً، نحن سنفعل، لأننا سنحضر لك تلك الريشة. ترو، لا تفعلي ذلك، هذا خطر جداً. أنت صديقنا المقرب، عندما يحتاج إلينا صديق فإننا نفعل المستحيل لنساعده. أليست الأروع أعني أنها مذهلة؟ هيا بارتلبي. انتظرا قبل أن تغادرا. رائع، عدنا إلى طبيعتنا. رائع. هيا. ترو، لا تنسيا الملابس الدافئة. كيوميرا، خذنا إلى جبل تيبي تيبي توب من فضلك. وبسرعة. سنطير إلى قمة الجبل مباشرة وسنحصل على الريشة. لا، كيوميولو يتعرض لحالة تجمد. الهواء هنا في الأعلى بارد جدا بالنسبة إلى السحب. كيوميولو يتجمد. تمسك بارتلبي. هون عليك كيوميولو، سنكون بخير. جيد، ستدفئك أشعة الشمس من جديد. هذا الجبل ليس بالارتفاع الذي توقعته، إنه أعلى بكثير. إنه منحدر وبارد وثلجي جداً، ولا نستطيع أن نتسلقه وحدنا. لنذهب إلى شجرة الأمان كيوميولو. شكراً كيوميولو. مرحباً زي. مرحباً ترو، أحتاج إلى بعض المكونات رجاءً. رائحة ذلك الحساء مختلفة. لأجل الملك، لن يعالجه.
ولكنه سيساعده على الراحة إلى أن نجد علاجاً يعالج ما اسم المرض؟ مرضه. تذوق. عرفت أنك ستحبه. كيف ستساعدك الأماني؟ يجب أن أتسلق جبل تيبي تيبي توب. ماذا؟ ذاك الجبل عملاق. لا أظن أنها فكرة جيدة. إنها الطريقة الوحيدة لنحصل على ريشة هينوتاري لنتخلص من مرض الملك. إضافة لحسائي، سيكون تسلق الجبل صعباً. لنفكر في الأمر. كيف ستتسلقين الجبل؟ في الحقيقة إنه منحدر وثلجي جداً وبارد. إنه يجمد في رأيي. سنحتاج إلى أمنية تساعدنا في التسلق وأمنية تساعدنا في مواجهة البرد. سمعتك شجرة الأماني ترو، حان وقت أمنياتك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرات، شاركيني رجاء يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزات. نصنع المعجزات. مجموعة مدهشة من الأماني. لنرى ما كتب عنها في الموسوعة. أمنيتك الأولى فلوتو، أمنية طافية. يستطيع أن يحمل أي شيء أو أي شخص في فقاعته. رائع، سيجعلنا نتجاوز المناطق الصعبة. الأمنية الثانية. نعم، وورمو يسخن أي شيء كالحساء الذي أعددته. نعم، يستطيع وورمو أن يذيب الجليد الذي يعترض طريقنا لنتمكن من الوصول إلى قمة الجبل. نعم، إنه رائع لإذابة الثلج، لكن ليس لتسخين الحساء. وأخيراً أمنية بلابي. أوه، هذه الأمنية مهمة. إنه أمنية تواصل. يستطيع أن يفهم كلام أي شخص مهما كانت لغته الأصلية. هاي، كيف حالكما يا تروبي؟ مذهل، لكنني لا أعرف كيف لأمنية الناطقة أن تساعدنا في إحضار ريشة للملك. ربما أكون ثرثاراً، لكن ستجيدين استخدامه. شكراً زي، وشكراً يا شجرة الأماني على هذه المساعدة. حظاً موفقاً. عدنا إلى جبل تيبي تيبي توب يا كيوميلو. إنها بقعة مثالية. شكراً. انظر، إنه طريق. لا حاجة إلى الأمان الآن، إنها بداية رائعة. لنجد تلك الريشة. جيد، هذا مريح أكثر. ما رأيك ببعض الحساء المنزلي؟ أوه، شكراً لك. أوه، مختلف قليلاً. أوه، زي، ما هذا الذي خلفك؟ ها؟ لم أرى شيئاً. أوه، شربت كل الحساء. أرجو أن يساعدك. نعم، أشعر أنه بدأ ينجح منذ الآن. هاي، أنا بلون حسائي. شكراً. هل تفكر بما أفكر فيه؟ حان وقت التزلج. تلك تلة جليدية جداً. لا تقلق، لدي أمنية ستساعدنا. سنطفو فوق الجبل. هيا فلوتو، انفخ فقاعتك. زيب زاب زو، أنا أختارك.
أحقق أمنيتي. مرحباً فلوتو، أريد أن تحملنا في فقاعتك وتطفو بنا فوق ذلك الجبل الجليدي. هل أنت مستعد؟ ترو، هل تصبح الأشياء أصغر عندما تبرد؟ أعتقد ذلك، ولكن الجانب المشرق هو أننا سنتعانق أكثر، صحيح؟ ترو، هل أصبح لديك شارب؟ لا، إنه ذيلك، إنه يدغدغ أنفي. إذن لقد علق شاربي تحت حذائك. هنا يا فلوتو، أخرجنا. شكراً فلوتو. ما البارد أيضاً فوق جبل تيبي تيبي تاب؟ أنا. أنا أيضاً، لنصلح ذلك، لنتعانق عناقاً دافئاً. من المفروض أن يخفف كتاب علاج العطاس معاناتك الآن. أولاً، ضع مرهماً مدفئاً يساعد على فتح الأنف. لست متأكداً أن هذا. ثانياً، غطي رأس المريض بقبعة صوفية. أنا لا أعتقد أن. ثم عزف موسيقى هادئة يساعد المريض على الاسترخاء. هذا ينجح. واتشوغي بوغي. ما الذي يجري في الخارج؟ واتشوغي بوغي. يا للعجب، جنت ألوان المدينة بأكملها. هل أنت بخير؟ أتألم، لكن لم أتسبب بانهيار ثلجي. تظاهري بأني لم أقل ذلك. لا وقت نضيعه لنشق طريقنا بإذابة الثلج. زيب زاب زو، أنا أختاره. استيقظ وورمو وحقق أمنيتي. لندفئ المكان قليلاً وورمو. هذا دافئ جداً. القليل أيضاً. جيد، شكراً وورمو. ترو، أصبح الطريق زلقاً ثانية. إذابة الانهيار الثلجي بتلك السرعة جعلت الطريق جليدياً. أفسح الطريق أمام القط المنزلق. تقدمنا 3 خطوات إلى الأمام وعدنا 100. إذن علينا أن نبدأ التسلق. انتبه فقط من الأماكن الزلقة هذه المرة. سأفعل. أنا قط متجمد كلياً. أمسكت بك. الآن أنا قط متجمد مقلوب. أنا آسفة بي. ترو، حالة ملك قوس قزح تسوء. المملكة كلها تغير ألوانها. أرجوك أسرعي. هيا بارتلبي، يجب أن نصل إلى القمة بسرعة. صحيح، خطوط وبقع، هذا مقزز. من ذاك؟ لا أعرف ولا أريد أن أعرف. إنه سنو ألفلينغ. عودي، بقاؤك بجانبي يبقيني دافئاً. شكراً وورمو، هل أستطيع الاحتفاظ بك إلى الأبد؟ مرحباً، أنا ترو وهذا صديقي بارتلبي. هل يمكن أن تأخذنا إلى قمة تيبي تيبي توب؟ أنا بداكي أوكويكو. ما الذي يقوله؟ أن نذهب إلى البيت؟ لن نعود إلى البيت. اسمعني أرجوك،
ملك قوس قزح مصاب بمرض ووتشوغي بوغيز، وكي نساعده على الشفاء يجب أن نجد ريشة خاصة من هينوتاري التي تعيش في قمة الجبل. لماذا لا يسمح لنا بالعبور؟ أنا لا أفهمه. لا أعلم، لا نستطيع أن نفهم ما يقوله. عبوريتو! أنا سأتصرف. التكلم بصوت مرتفع لن يجدي نفعاً. لا، لدي أمنية ستساعدنا. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ بلابي، تحقق أمنيتي. مرحباً بلابي، هل تستطيع أن تترجم ما يقوله حتى نستطيع فهمه؟ بلا بلا بلا. حسناً. حقاً؟ لا تسلكوا هذا الطريق، إنه طريق طويل جداً نحو قمة الجبل. إنه يفهمه. أوه، لم أكن أعلم. يوجد هناك معبر سري يمر داخل الجبل. إنه دافئ وآمن. وماذا قلت؟ فيه طريق مختصر ورائع نحو القمة. سيكون هذا في قمة السهولة والروعة. أنا أضفت هذه الجملة. رائع. شكرا جزيلا لك. من فضلك، سر أمامنا. وصلنا! وصلنا! هذا كطعم حساء زي، لكنه أفضل. بارتلبي، 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 انظر. إنها رائعة. هينوتاري، نحتاج مساعدتك لنشفي ملك قوس قزح. إن ريشك السحري هو ما يساعده. نريد ريشة واحدة فقط. من فضلك. أود أن أساعدك، ولكن يؤسفني أنني لا أستطيع ذلك. لماذا؟ أنا لا أقوم برمي ريشي إلا في فصل الصيف. الصيف؟ هذا المكان بعيد عن الصيف. لنفكر في الأمر بي. وورمو لا يزال يعمل، صحيح؟ نعم، لم يكن في رأيي بهذا الدفء من قبل. إذا نستطيع استخدام دفئه ليساعدنا. إذا كانت هينوتاري لا ترمي ريشها إلا عندما تشعر بالدفء، فربما نستطيع إذابة الجليد لتشعر وكأن الصيف قد حل، وعندها ستعطينا ريشة. ها هي. نعم، طقس ريشي. ترو، هذه فكرة رائعة. نجحت الفكرة. مهلاً، إلى أين تذهبين؟ لا نزال بحاجة إلى ريشة. كانت آخر فرصة لنا لنشفي الملك. شكراً لأنكم جعلتموني أشعر بالدفء ثانية. أرجو أن يشعر ملك قوس قزح بالتحسن. نجحنا! شكراً وورمو وبلابي. ستذهب هذه الريشة إلى حفلة دغدغة. ترو، بارتلبي، الملك يزداد سوءاً. عطسه يمتص كل الألوان من المدينة. أسرع! سنأتي بأقصى سرعة. انظر بارتلبي. واتشوغي بوغي. لا، لن يظل هناك أي ألوان إذا لم نعد إلى الملك بسرعة. نحتاج كيوميولو. مهلا، لن يحلق إلى هذا الارتفاع. أعرف ماذا سنفعل. يجب أن نتزلج نحو الأسفل.
مزلجة للتزلج؟ ممتاز، شكرا جزيلا. هل أنت مستعد لتزلج أكثر جبل منحدر في العالم؟ يبدو هذا مروعا، فلنفعل هذا الآن. مدينة قوس قزح من دون ألوان، أنا من دون ألوان. الشيء الوحيد الذي احتفظ بألوانه هو أنت. وتجيبني. بدأت تبهت. غطاس آخر وستصبح رماديا. هذا ينجح، الألوان تعود. ما أروع هذا، أشعر بتحسن كبير، لقد شفيت، شكراً. ترو، لم يتمكن أحد من قبل من تسلق جبل تيبي تيبي توب، الجبل الأكثر انحداراً وثلوجاً وبرودة في المملكة. أحسنت صنعاً. عندما يحتاجنا صديقنا فإننا سنفعل أي شيء لنساعده. كأن تسلق أعلى جبل في العالم. إن كنت ستسمي الجبل باسمي وباسم ترو فلن ميتشيو. هل تريد الحساء؟ ظننت أن مرض ووتشوغي بوغيز يغير الألوان. حسناً، أتراجع. مهمة في قوس قزح. مرحبا. لقد بدأ الآن احتفال قوس قزح اللانهائي. ليته حقا لا ينتهي. أتتخيلين مهرجانا دائما لقوس قزح؟ أظنه يعني قوس قزح اللانهائي يا بارتلبي، وليس اليوم. بماذا نبدأ يا بي؟ الخيار سهل، بالإفطار. يامي يامي يامي. أزرق وأخضر وأصفر وأحمر، كلها موجودة. بارتلبي، انظر، لقد بدأ. باحتفال قوس قزح اللانهائي. حسناً، وماذا بعد؟ فلنجرب معكرونة التليات لقوس قزح. ما رأيك بأفعوانية قوس قزح؟ أيمكنني أن أقترح زيارة مجسم ديلي دالي شديد الإبهار؟ ملك قوس قزح. هنيئاً أيها الملك باحتفال قوس قزح اللانهائي. ولكما أيضاً يا ترو وبارتلبي. إذن ما هذا المجسم الذي تتحدث عنه يا ملك؟ إنه مجسم ديلي دالي شديد الإبهار، يتضمن أروع الكنوز من جميع أنحاء المملكة، مثل هذه القيثارة أهدتني إياها صديقتي العزيزة ديلي دالي. أتعرف ديلي دالي المستكشفة العظيمة؟ أعرفها بالطبع، إنها من أعز صديقاتي، وكلانا يحب الموسيقى أيضاً، لذا تحضر لي دائماً آلات موسيقية من رحلاتها. أيمكن أن نلتقي بها؟ لن تستطيعا. ذهبت ديلي دالي في مغامرة للعثور على آلة سحرية في نهاية قوس قزح اللانهائي بالعام الماضي. هل غابت لعام كامل؟ اسمها يوحي بالتكاسل بالفعل. حين أفكر في الأمر تبدو فترة طويلة فعلاً، حتى بالنسبة إليها. أخشى أن تكون مفقودة. مفقودة؟ يجب أن نبحث عنها. هذا غير معقول، هذه مخاطرة كبيرة ترو.
كل من يعبر قوس قزح اللانهائي يجب أن يستعد لمواجهة أي شيء، وأيضاً يجب أن يعود قبل غروب الشمس. إن كان هناك من يستطيع إيجاد ديليدالي وإعادتها فهما أنا وبارتلبي. حسناً، لكن تذكرا، عند غروب الشمس سيختفي قوس قزح اللانهائي لعام آخر. سنتحرك بسرعة القطة ترو، صحيح؟ لكن قبل الذهاب سنحتاج إلى مساعدة الأماني. أوكي ميولو. شكراً كيميلو، سنعيدك إلى المهرجان في الجولة التالية للعبة. إلى شجرة الأمان رجاءً. حسناً أيتها الأماني، من البداية. أماني موسيقية؟ ترو، بارتلبي، أتحبان موسيقى الجاز؟ استمعا. نود ذلك يا زي، لكن علينا الإسراع. نعم، سنعبر قوس قزح اللانهائي لنبحث عن ديلي دالي المستكشفة العظيمة. أتذكر أنها لم تعد من آخر رحلاتها. نعم، لذا سنعبر قوس قزح لنعثر عليها. هذا يعني أن تعودا قبل نهاية اليوم. ماذا إن علقتما بالجانب الآخر؟ علينا الإسراع بشدة يا زي، وسنكون بخير بمساعدة الأمان المناسبة. بالتأكيد، لنجلس ونفكر. حسناً ترو، كيف تساعدك شجرة الأماني؟ برأيي ربما لم تعد لدالي لأنها عالقة أو تحتاج إلى مساعدة ما، لذا يجب أن نستعد لأي شيء. صحيح، لا نعرف ما قد تجدانه على قوس قزح. قد لا نعرف الصواب، لكن شجرة الأماني تعطيني الأماني الملائمة دائماً، وبعدها أقرر أفضل طريقة لاستخدامها. وتنجحين دائماً يا ترو. سمعتك شجرة الأماني ترو، حان وقت حصولك على أمانيك الثلاث. أنا مستعدة. يا شجرة الأماني، شاركي أمانيك المذهلة معي رجاءً. شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة. شاركيني رجاءً يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزة. كلا بالقوة السحرية معا نصنع المعجزة. إنها مجموعة أماني رائعة، فلنرى ماذا ستقول عنها الموسوعة. هذا يدعى بوستر. بوستر، ستدهشك هذه الأمنية حقا. بإمكان بوستر أخذ نفس عميق وإطلاق قدر كبير من الهواء. أتوق إلى رؤية تأثيرك يا بوستر. من لدينا بعد؟ نعم، هذا وامبت. وامبت، كما تعرفان، وامبت أمنية للدهس ويعشق هز الأرض بخطواته. سررت برؤيتك مجدداً وامبت، لا أعرف متى سنحتاج إليك، لكن بكل تأكيد سنستمتع معاً. وامبت. وأخيراً لدينا كورو كورو. كورو كورو، إنها أمنية نادرة. كورو كورو لديه قوة ثبات، قد يساعدكما للسير على الأسطح الزلقة. مدهش، يسرني وجودك معنا يا كورو كورو. كورو كورو، هل أنتم مستعدون لمغامرة على قوس قزح اللانهائي؟ غابت زو زب زعب، الأماني في حقيبتي. شكراً يا زي، سنعود قريباً. أنا واثق. شكراً كيميلو، عليك العودة إلى المهرجان، سنسير من هنا. نعم، من الجيد أن نمدد سيقاننا قليلاً، فكم سيطول عبورنا لقوس قزح اللانهائي؟ واو، غيوم، لابد أننا ارتفعنا بشدة.
متى سنصل لنهاية قوس قزح اللانهائي؟ لا أصدق أن ديلي دالي قطعت كل هذه المسافة وحدها. ترى ماذا تمنت أن تجد هنا؟ أتمنى أن أجد أكبر كوب عصير في العالم. بارد جداً مع مكعبات ثلج و... شوكة! أظن أن المصة ستكون أفضل لشرب العصير يا ترو. لا، تفرع قوس قزح بهيئة شوكة. انظر! بأي طريق نذهب؟ سأتولى الأمر. ذيلي يميز دائماً الطريق الصحيح. بهذه الجهة. لماذا اختار ذيلك هذا الطريق؟ سهل، الطريق الآخر به سلم. اختيار جيد بي، فلنذهب. سنصعد بكل سلاسة وسهولة منذ الآن فصاعداً ترو. صح ترو؟ ماذا تعنين بذلك؟ ورطة. يشبه السير على حبل البهلوان. علينا السير ببطء وثبات. أمسكتك. شكراً بي، الأمر أصعب مما ظننت. ليس بالنسبة للقط الرشيق. راقبيني، أتفهمين؟ وافعلي مثلي تماماً. هل رأيتي؟ الأمر في غاية السهولة. أصمد يا بي. أمسكت بك. هل أنت بخير بارتلبي؟ أنا الآن بخير. لم أعتقد بأنني سأصمد طويلاً. الارتفاع شاهق. بوسعنا النجاح، إن تعاوننا معاً. سأساندك وأنت ستساندني، اتفقنا؟ حسناً. الآن بثبات. بثبات. وتأني. وبتأني. حسناً. بوسعك فعلها، لا تنظري للأسفل، فنحن على ارتفاع شديد، ولا تريدين أن يصيبك الدوار، ولن تحبي أن تسقطي، فسيكون مثل... لا أستطيع النظر. انتهينا. ماذا؟ عبرنا ووصلنا. نجحنا، التعاون رائع، صحيح؟ شكراً يا بي، ما كنت لأفعلها لولاك. وانظر، كدنا نبلغ قمة قوس قزح. نعم، سنتخطى أي صعاب يضعها القوس التافه أمامنا. يبدو أنني تسرعت. هيا، علينا الإسراع إن أردنا أن نسبق العاصفة. عذراً، مرحباً. من الضروري أن نعبر للجهة الأخرى لقوس قزح. هل تسمحين لنا بالعبور من فضلك؟ امتلأت بالماء ولا تستطيعين التحرك؟ ماذا نفعل الآن ترو؟ لا يمكننا السير عبر غيمة برق. إن أخطأنا بحركة ليس إن استخدمنا قوة الأمان لإبعادها. حان الوقت لأمنية الأولى. زب زاب زو أختارك. استيقظ يا بوستر، تحققي يا أمنية. مرحبا بوستر، أترى غيمة العاصفة الكبيرة؟ إنها عالقة على قوس قزح وتحتاج المساعدة، فلندفعها الآن برياحك شديدة القوة. حسناً يا بوستر، هيا هوبا، هيا هوبا بالرياح. انظر لقد دغدغتها. مرة أخرى يا بوستر. العفو. شكرا لعدم صعقنا. أحسنت عملا بوستر، والآن عد إلى الحقيبة. احترس يا بي حتى لا تتزحلق. ترو، أعرف أن الأمر ممتع، لكن ليست لدينا مكابح. إذن استعد للهبوط الاضطراري. وصلنا يا بي، هذه نهاية قوس قزح.
لابد أن ديلي دالي على هذه الجزيرة. أيوجد أحد؟ ديلي دالي، هل أنت هنا؟ بي أنصت، أسمعت صوت تق تق تق. سمعك قوي كالقطط. أنا أظن أن الصوت قادم من هذه الجهة. انظر يا بارتلبي، إنها هي ديلي دالي. ها؟ ماذا؟ غير معقول، أضللتما الطريق؟ لا، أتينا للعثور عليك. أنا ترو وهذا بارتلبي، صديق ملك قوس قزح. رائع، يا للمفاجأة، أي صديق للملك يعتبر صديقي؟ أهلاً عند قوس قزح، حيث البهجات والمرح. هيا اسمعوني وانظروا، ركزوا أجل واستمتعوا. اقفزوا هنا وانفخوا. يا خبر، لا أصدق، دع الأمل. تنقص قطعة، فما العمل؟ أحتاج فقط بعض الأدوات لأصنع ما ينقص بثبات. اقفزوا هنا وانفخوا. لا أصدق، ضاع الأمل. تنقص قطعة، فما العمل؟ سنتينك تينك تينك وانا تونك تونك تونك. فلماذا لا أنجح الآن؟ لدي فلوت بكل الألوان، وما أحتاج هو كان هذا ممتعاً، أحسنتي. كان الملك ليحب هذه الأغنية. آه، ملك قوس قزح، اشتقت إليه لأقصى حد، لم أره منذ عام كامل. لا أستطيع الابتعاد عن ترو لهذه الفترة، لكنك محظوظة. أرسلنا لإيجادك ومساعدتك بالعودة إلى المملكة. لا داعي لكل هذا، لم أضل طريقي، بقيت هنا بإرادتي. ها؟ كنت أجمع بلورات سحرية لصنع مزمار عريض لأهديه لملك قوس قزح، لكن البلورة الأخيرة لا تتزحزح، لذا هناك نغمة ناقصة ولن أرحل من دونها. أي صديقة سأكون إن عدت إليه بهدية ناقصة؟ أنا لا أظنها ستأتي معنا بسهولة ترو. لقد أتينا لإنقاذ ديلي دالي، ولن نعود إلى المملكة من دونها. إذن علينا الإسراع يا ترو، ستغيب الشمس عما قريب، وسنعلق نحن الثلاثة هنا حتى احتفال العام القادم. حسناً، إن كانت ديلي دالي ترفض الرحيل بسبب البلورة، ربما نساعدها لإخراجها. حان وقت أمنية الثانية. زب زاب زو، أختارك. استيقظ وومبت. وومبت، تحققي يا أمنية. مرحبا وومبت، نحتاج إلى هذه خطواتك القوية لتحرير بلورة عالقة. وومبت. حسنا إذن، انتبها. هذا غير معقول، ماذا حدث؟ سيساعدك وومبت لإخراج البلورة. ربما عليك الابتعاد عن الأرض قليلا. اصعدي. حسنا يا وومبت، ابدأ بخطواتك الآن. على وشك. أحسنت عملا يا وومبت، والآن إلى الحقيبة. وومبت، جعلت قوس قزح يتوهج. هذه قوة بلورات قوس قزح، أليست هدية مثالية لملك قوس قزح؟ سيحبها بشدة يا ديلي دالي. وسوف نعطيها له هذا اليوم، صحيح؟ يعني قبل غروب الشمس. ربما تأخرنا. من دون الشمس سيختفي قوس قزح ولن يعود. هيا فلنتحرك بسرعة، إنه شديد الانحدار. لن يصعب على قبضة القط الثابتة أبداً. ذكريني بتقليم مخالبي. أهناك طريق آخر لمغادرة الجزيرة؟ نويت اكتشاف ذلك بعد الحصول على البلورة. إذن هل سنظل هنا حتى احتفال العام القادم؟ انظري إلى الجانب الإيجابي، أنهينا صنع المزمار. ماذا؟
لم أحضر حتى مقرمشات السمك المنفوخة. لا، هنالك نكهات كثيرة لم أجربها بعد. اهدأ بارتنبي، حاول أن تتماسك. وجدت الحل، لدي شيء لازم لمساعدتنا في التماسك. حان وقت أمنيتي الأخيرة. زب زاب زو، أختارك. استيقظ كوراكورا، تحققي يا أمنية. مرحبا كوراكورا، نحتاج إلى مساعدتك للصعود إلى قمة هذا المنحدر الشديد. كوراكورا، انطلق كوراكورا. هيا اركبا، والآن علينا الركض بأقصى سرعتنا. نجح الأمر. لما يهتز قوس قزح؟ ستغرب الشمس، الوقت يداهمنا. أسرعا في الركض، أسرعا. وصلنا إلى قمة المنحدر، انتهى التسلق. الآن سننزلق فحسب. قزح يتلاشى، لن نستطيع الوصول. ديلي دالي، مزمارك العريض، هل تستخدمينه ليتوهج قوس قزح؟ نعم بالتأكيد. ما كان علي السماح لهما بعبور قوس قزح، يا للأسف، أفتقدهما بشدة. مهلاً، أيعقل؟ فات الأوان، اختفى قوس قزح. كل الأشياء الناعمة التي أحبها، أنت الأفضل. شكراً كيميلو، وثقت أنا بوسع الاعتماد عليك، وأنت أيضاً كوراكورو. كوراكورو، والآن إلى الحقيبة. يا للراحة، ديلي دالي، ملك قوس قزح، اشتقت إليك كثيراً. قلقت عليك بشدة يا صديقتي. آسفة على غياب الطويل، لكن لم أستطع العودة من دون هدية مميزة لأجلك. يا للروعة، رائع، مزمار عريض. لكن ديلي دالي، رغم روعة هداياك دائماً، فلا شيء يفوق رفقة صديق حقيقي. نعم أيها الملك، أنت محق، والآن لدي صديقان جديدان بذلا مجهوداً للبحث عني. آسفة لغيابكما عن الاحتفال بسببي. في الواقع لم ينتهي بعد، لم يفتكم الختام الرائع لبريق الأحمر ووهج الأزرق، إطلالة مميزة لا تصدق. ها هو أفضل جزء باحتفال قوس قزح اللانهائي. بينما تمتلئ السماء بالأضواء، عانق بحرارة كل الأصدقاء. واو، ووو، سكاي بلاب. زي، الوقت مبكر على مراقبة السماء، لم يبدأ مهرجان المصابيح بعد. لن يطول الأمر كثيراً. أتشوق لرؤية مصابيحنا المتوهجة تملأ السماء بالضوء. أنتما على وشك رؤية شيء آخر يطير بروعة المصابيح، انظرا. سكاي بلاب، واو، هذه أول مرة أراهم فيها عن قرب. يمرون من هنا عندما يهاجرون. تهاجر؟ عندما يصبح الطقس حاراً، يهاجرون إلى الشمال البارد. واي واو واو، أريد أن أكلمهم. واو واي.
أعتقد أنهم سمعونا. أنا لا أحب الثرثرة أبداً. أنا من النوع القوي والصامت والذي يحافظ على هدوءه. إنها كبيرة، إنها كبيرة جداً. انظر انظر انظر، لديهم صغيرة بلاب ظريفة. مرحبا يا صغيرة. فمك كبير أيتها صغيرة بلابي، إنه يتسع لقط بكامله. أنا لا أرى أي أجنحة، لابد أنهم يحلقون مستخدمين ذيولهم. نعم، إنهم بارعون في التحليق، ولكنهم ليسوا بارعين في الهبوط. سأختبئ. قط النينجا سيختبئ. لا أريد أن أرى شيئاً، أنا خائف. ياو. أليسوا رائعين يا بارتلبي؟ بارتلبي، أين ذهبت؟ أنا هنا. اترو، يجب أن أغادر الآن. يجب أن أذهب إلى المهرجان الذي لا يحوي سكاي بلاب. هل نسيتي؟ مهرجان المصابيح؟ كدت أنسى. حسناً، لنذهب. أتريد الانضمام إلينا يا زي؟ شكراً ترو، أنا بخير. أرى سكاي بلاب ومهرجان المصابيح من هنا. إنه أفضل مشهد في المملكة. استمتع، علينا الذهاب. وداعاً، أتمنى لكم رحلة آمنة. شكراً كيميلو. لنبدأ بهذه الحفلة. إذن علينا أن نطلق هذه المصابيح عندما تنتهي الموسيقى. نعم. حسناً، حان وقت الرقص مع الإيقاع. ليس لهذا القط حوافر. ذلك القط يحسن الرقص. بي، انظر. ماذا؟ سكاي بلاب يواجهون مشكلة. سأختبئ. خطرت لي فكرة رائعة، فلنشاهد المهرجان من هنا تعسباً لهطول الأمطار. لا بارتلبي. ترو، إن سكاي بلاب يعودون. ما الذي يجري؟ أعتقد أن الموسيقى الصادرة من مهرجان المصابيح تخيفهم. لابد أنه السبب. لا يتجهون نحو الشمال البارد، بل نحو الجنوب الحار. حار ودافئ، هذا مثالي جداً. ليس بالنسبة إلى سكاي بلاب، إنهم يحبون الطقس البارد فقط. الطقس الحار سيء جداً بالنسبة إليهم. يجب أن نجعلهم يعودوا. هل أوقفتهم ريثما نصل إليه؟ سوف أبذل جهدي. كيوميلو. أعتذر لأننا سنفوت مهرجان المصابيح، ولكن علينا مساعدتهم. نعم، هذا ما نفعله أكيد. حان وقت الركوب الآن. لماذا لا أركب يا ترى؟ نياو. ها، هذا يشبه الأفلام نوعاً ما. إلى سكاي بلاب لطفاً. زي، ماذا تفعل؟ أحاول أن أهدئ من روع قطيع سكاي بلاب. لا أعتقد أن هذا ينجح. ماذا قال لهم؟ ماذا قلت لهم؟ زي، يجب أن أتدرب على كيفية ندائهم. هوني عليك، لا بأس. أولا. إنهم مرتعون جداً الآن. نحتاج إلى مساعدة الأمان لنهدئهم ونغير اتجاههم. إلى شجرة الأمان يا كيوميو. صحيح. أوبس، شكراً كيوميلو. هل الجميع بخير؟ نعم. هل نسيت أن أقول بأن سكاي بلاب ينزعجون بسرعة؟ نعم، إننا نعرف هذا الآن. ها أنت أيتها الأمنية الصغيرة. إذا استطعت تهدئة سكاي بلاب، فسأجعلهم يحلقون نحو الشمال البارد ثانية، ولكن كيف؟ سيكون ذلك صعباً. لنجلس ونفكر في الأمر.
تجعلين سكايب لاب يحلقون نحو الشمال؟ أولاً، المساكين عصبيون جداً ويشعرون بالذعر من الأشياء غير المتوقعة. يجب أن أجعلهم يشعرون بالأمان ثانية، كما نشعر عندما نكون مع أشخاص نكترث بأمرهم. نشعر بالدفء والحب كما تفعلين معي ترو. نعم بارتلبي، تماماً، ستساعدنا الأمنية في ذلك. وإذا ظلوا خائفين، سنحتاج إلى أمنية أخرى تقودهم إلى الشمال البارد. سمعتك شجرة الأمان ترو، حان الوقت لتحصل على أمنياتك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة، شاركيني رجاء يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزة. أحلى الأمنية بالقوة السحرية معا نصنع المعجزة. يا لها من أمنيات رائعة. لنرى ما جاء في موسوعة الأماني. أمنيتك الأولى هي تيزوي. إنه أمنية موسيقى، يستطيع عزف موسيقى عذبة وساحرة تجعل الجميع يحبونه ويرغبون في اللحاق به. هذا رائع، يستطيع تيزوي أن يجعل سكاي بلاب يحلقون بنا أيضاً. أمنيتك الثانية هي سايد باي. هذا رائع، إنه أمنية محبة، يكسب شعوراً دافئاً ومريحاً كالشعور الذي نشعر به عندما نكون مع من نحب. لا أعرف ماذا أصابني ترو، لكني أحبك أكثر من أي وقت مضى. أمنية المحبة مثالية، ستشعر سكاي بلاب وكأني فرد من عائلتهم، وسأقودهم إلى الشمال البارد. أمنيتك الثالثة هي ديفلي. هذا مثير جداً، يستطيع صد أي شيء يصطدم به. هل تستطيع تصدي لسكاي بلاب وهو يهوي من السماء؟ مجرد سؤال. الأمنية الواقعية رائعة، لكني لا أعلم كيف ستساعدني في قيادة سكاي بلاب نحو موطنهم. ستحسنين استعمال الأمنية كما تفعلين دوماً. شكراً يا زي، وشكراً لك يا شجرة الأمان لأنك شاركتني أمنياتك. للاستفسار فقط اتصلي بي، أعرف الكثير عن سكاي بلاب. سنفعل. هيا يا بي، لنأخذ أصدقائنا الطائرين إلى الشمال البارد. أو لا، انظر إلى أي حد ابتعدوا، يكادوا يصلون إلى الجنوب الحار. يمكننا أن نشعر بالحرارة المتبخرة من هنا. ذاك البخار الدافئ مريع جداً. مسكينة صغيرة سكاي بلاب، إنها خائفة جداً. إنها كذلك حقاً. بسرعة يا كيوميلو، يجب أن نتقدم عليهم بسرعة ليعودوا أدراجهم. ولدي الأمنية الأمثل لأجعلهم يشعرون بالدفء والحب، وبعدها سأقودهم بعيداً عن هنا. كلنا معاً يا سايد باي. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ يا سايد باي وحقق أمنيتي. مرحبا سايد باي، نريد من سكاي بلاب أن يشعروا بأني جزء من عائلتهم ليشعروا بالأمان ويتبعوني. هل يمكنك أن سايد باي؟ لا، انتظر سايد باي، أريدهم أن يلحقوني أنا وليس بارتلبي. ماذا يحدث؟ أشعر بخدر في جسدي. إنه يغطيه بالكامل. وما قصة اقتراب سكاي بلاب مني؟ بارتلبي، إنهم منجذبون نحوك. نحوي؟ تقصدين أني في مقام أمهم؟ لا 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 لا، المفروض أن تكوني أنت أمهم، أنت. سايد باي، هل فعلنا هذا ثانية؟ شكراً على كل حال. آسفة يا بي،
لا يستطيع سايد باي تحقيق هذه الأمنية سوى مرة واحدة. صغيرة سكاي بلاب تحبك كثيراً الآن. أطلبي منها التوقف. لا أستطيع، حتى سكاي بلاب الأم تريدك أن تكون أمها. لست مستعداً لألعب دور الأم، فأنا لا أغسل مخالبي قبل العشاء. إلى أن يزول تأثير الأمنية ستكون أمهم، ولكن لا تقلق، تستطيع ذلك. أستطيع ماذا؟ سقط القط. بارتلبي! شكراً أيتها صغيرة بلابستر، أنت ناعمة وطرية. والآن سأستجمع شجاعتي. اسمعوني جميعاً، إذا كنتم تريدون أن أكون أمكم فعليكم أن تطيعوني منذ الآن. شكراً لكم، لقد نجح الأمر، استمعوا إلي. أرأيت؟ أنت موهوب، والآن لنعيدهم إلى بيتهم. صحيح، بيتهم. اسمعوني جميعاً، استديروا رجاءً إلى الشمال البارد في ذاك الاتجاه. استمعوا إلى أمكم والتي هي أنا، هيا اتبعوني. نحن نترك الجنوب الحار وراءنا. أحسنت صنعاً ماما بي. شكراً ترو، إنه عمل ليوم واحد فقط، ستنتهي الرحلة دون مشاكل. ماذا؟ لماذا توقفنا؟ بارتلبي! ساعديني ترو! سنذهب إلى وادي هابي فارمينغ، أعجبنا ذلك أم لا؟ كان ذلك مروعاً جداً على الأقل، لم أسحق. أولا، هل أنت بخير يا بي؟ أنا بخير، أشعر بأنني خفيف كالسحابة. تعال يا بي، سأضمك. ترو، لماذا يسيل لعابك فوق؟ لهذا السبب توقفوا في وادي هابي فارمينغ، إنه وقت الطعام. نعم، أنا أحب أسلوبهم. بي، تحبون فاكهة تانجي تم تم؟ ربما يريدون تناول الطعام من يد شخص آخر، شخص يدعى ماما. لكن أفواههم ضخمة جدا، ماذا لو وقعت فيها؟ وقعت فيها، وقعت فيها. لا بأس، لن يأكلوك. متأكدة؟ متأكدة تماما. لا تخف، إنهم يحبونك، هل نسيت؟ وإذا حدث شيء ما فأنا هنا لأساعدك. حسناً، تناولي سكاي بلاب تانجي تام تام من يد أمك الحنون، إنها لذيذة. حاولت على الأقل، ربما سيأكلون بأنفسهم الآن. ربما. مرحباً زي، نواجه مشكلة في إطعام سكاي بلاب، يرفضون فاكهة تانجي تام تام. أمسك الفاكهة في فمك. تقصد هكذا؟ هل أنت بخير؟ لم أعد أطيق هذا. لم تأكلك صحيح؟ لا، لم تفعل. هذا هو قط الشجاع. هيا، سنحتاج مزيداً من الفاكهة لنملأ بطون بلاب الكبيرة. أستطيع فعل هذا، أستطيع فعل هذا، إنه وقت الطعام. أحسنت بإطعامهم يا ماما بي. شكراً، ألسنة سكاي بلابس لها ملمس كورق السنفرة لزج. حسناً بلاب، فلنأخذك أنت وعائلتك إلى وطنك. أيها الشمال البارد، نحن قادمون. ماذا الآن؟ هل تشعرين بالعطش؟ هل تشعرين بحكة؟ هل أفرك بطنك؟ ماذا؟ أعتقد أنها تقول لك شكراً ماما. مياو، هذا واجبي. بارتلبي، نحن نقترب من المهرجان. بينغو بانغو لا يزال يعزف الموسيقى، ومهرجان المصابيح لا يزال مستمراً. لا لا لا،
سكايب أب، سدوا آذانكم، سدوا آذانكم جيداً. توقفت الموسيقى. جيد. إن كانت الموسيقى قد انتهت فهذا يعني مستعدون. 3 2 1 أطلقوا المصابيح. رائع. أطلقوا مصابيحهم المتوهجة. مصابيح مخيفة، مصابيح سيئة جداً. ماذا يحدث؟ أوه لا، المصابيح هي التي تخيف بلاب. ابتعدي عن صغاري، ابتعدي عن أطفالي أيتها المصابيح. ماذا حدث؟ نسيت أن المصابيح تفعل ذلك عندما تحط على الأرض أو تصطدم بشيء، فإنها تنفجر. محدثة صوتاً مضحكاً، هكذا لا تخلف وراءها الكثير من الفوضى. هناك الكثير من المصابيح، يجب التخلص منها كلها قبل أن يسلك أطفالي لسكايب لابس طريقاً خاطئاً ثانية. لكن إذا فجرنا كل المصابيح، فإننا سنفسد المهرجان. ماذا نفعل؟ لنفكر في الأمر. حسناً، لنفكر. إذا شققنا طريقاً لسكايب لاب حتى يمر عبره، فإننا لن نضطر لتفجير كل المصابيح، القليل منها فقط. نعم، فكرة رائعة. سنستخدم الديفليك، الأمنية الواقعية، يستطيع شق الطريق بتفجير المصابيح بدرعه. رائع، فلنفعل ذلك. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ ديفليك وحقق أمنيتي. اصطفوا جميعاً خلفي. حسناً كيوميلو، لنفجر بعض المصابيح المتوهجة. لا بأس صديقة أمكم الحميمة تتولى أمر تلك المصابيح السيئة والمخيفة. سكايب لابس لا عليكم، استمعوا إلى أمكم واتبعوني إلى الشمال البارد. هيا. تبدو السماء صافية، هيا نحل المشكلة. هناك مكان يجب أن نكون فيه، الأفضل أن تصغوا لأمكم. لهذه العائلة أنا رئيسها، إليكم ما سنفعله. سنحلق عاليا كالرياح وسنهتف وو 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 وو. أحسنت صنعا ديفليك، لا شيء يدعو للقلق هنا يا سكاي بلاب. ميو. عد إلى الحقيبة. نجحنا. نعم، أرينا تلك المصابيح من الأقوى. لا شيء سيمنع صغار سكاي بلابس من الوصول إلى وطنهم في الشمال البارد. هل تلك سحب عاصفة؟ ميو. أطفالي لا يحبونها، قلب الأم دليلها. لنهبط ريثما تمر من هنا. توقف جيد. هذا سيء، تتحرك سحب العاصفة من الأعلى والأسفل. هل تحيط بنا كلياً إذن؟ لا، ليس بعد. الطريق سالكة عبر وادي الصخور المروسة، ولكنه لن يظل هكذا، يجب أن نذهب الآن. لا أعلم بشأن ذلك، قال زي أن بلبس يخافون بسهولة، وتلك صخور الحادة مخيفة، والرعد مخيف أيضاً. يجب أن نفكر بطريقة لنهدئهم. وجدتها، سأجعل تايزوي يعزف بعض الموسيقى الهادئة، هذا سيبقي سكاي بلاب هادئة ويصرف انتباهها. تايزوي، أنا أحتاج إليك. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ تايزوي وحقق أمنيتي. مرحبا تايزوي، نحتاج بعض الموسيقى لنقود أصدقائنا عبر وادي الصخور المروسة. هذا رخيم أكثر من اللازم. يجب أن نسرع. نحتاج إلى موسيقى تجعلهم يحركون زعانفهم بسرعة حتى يلحقوا بنا. سأعزف موسيقى منشطة تحرك الزعانف. سكاي بلاب الأفضل طبعاً، الطفلة والعائلة أيضاً. قولوا معي ويقول بلاب وي 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 وو 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 و
سنصل إلى الوادي ونصبر، لم يبقى سوى أن نعبر. هيا اجتازوا. رائع! إنه الشمال البارد. لقد وصلنا. الآن عرفت لماذا يسمى الشمال البارد. ساعدنا سكايب لابس على الوصول إلى بيتهم. هل يريد أي منكم تانجي تانج؟ لا تستخدمي لسانك اللزج مرة ثانية. أنا فخورة جدا بك بي، لقد كنت أما رائعة. شكرا ترو، ولكن سيزول تأثير أمنية سايد باي قريبا، وعندها لن يعتبرني سكايب لابس أمهم. بارتلبي، تأثير أمنية سايد باي لا يدوم كل هذا الوقت، لقد زال تأثيرها منذ فترة. حقا؟ إذن فهم يحبونني كما أنا. نعم، كما أحبك أنا بارتلبي. ما الأمر يا صغيرة؟ لم يكن معي فاكهة تانجي تام تام هذه المرة. أعتقد أنها كانت قبلة فقط. ماما سعيدة جدا الآن. جبل هافل باف. هل وصلنا ترو؟ تقريبا. أكد أورج وسنيك أن الأمر يستحق المسير، أتذكر ما قاله؟ كل ما سمعته كان في الحقيقة قالا يعني ينابيع سبليش سبلاشي متعة عائلية رائعة لكل الأعمار. أنا أتجنب الأشياء التي تنشر الماء في الأرجاء، لكن هذا مذهل. نحن خلفكم تماماً. ها هو جبل هافن باف. يفترض أن تكون ينابيع سبليش سبلاشي بجانبه تماماً. بوجود الشجرة العملاقة في الطريق، لن نقوم برش المياه في ينابيع سبليش سبلاشي. أنت محق، كيف سنقوم بتحريك هذا الشيء؟ ينابيع المياه الساخنة الفوارة ممتعة. حسناً، اللعب في تلك المياه يبدو ممتعاً أيضاً. هيا بنا بارتلبي لنذهب للسباحة. حسناً، أنا لا أفضل السباحة، أنا قط كما تعلمين، لكن أحياناً عليك غمس أصابع قدميك فيها لاختبار الحرارة. باردة 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 باردة. أعتقد أن أصابعك فائقة الحساسية اليوم. ثقي بي، لا تودينا النزول فيها. أورج، أنت يأتي كبير ذو فرو، لن تكون المياه بهذه البرودة. أجل، إنها كذلك، إنها باردة جدا. ربما سنلتزم بالينابيع الفوارة. هل الأرض تهتز؟ ماذا؟ جبل هافن باف غاضب؟ هذا سخيف، يعني كيف يبدو الجبل الغاضب أصلاً؟ لنبقى!
أتأكد من أن جروك بخير. اعتمدي علي ترو. سأذهب لأرى ما الذي يزعج جبل هوفنباف. جروك، هل أنت بخير؟ حسناً، ابقي مكانك، سأقوم بإنزالك. أرجوك تقدمي، أرخيت الجذع لك بعض الشيء. مرحبا جبل هوفنباف، اسمي ترو. لم نستطع سوى أن نلاحظ أنه بدا عليك الغضب، هل كل شيء بخير؟ أعتقد أن الجبل يكره ما نفعله. أوه لا، هذه حمم بركانية. أوه لا، إنها حمم بركانية حارة. هذا ليس جيداً، إنها تتجه مباشرة نحو الغابة اللامتناهية وكل المخلوقات التي تقطن هناك. إنها حمم بركانية، مما يعني أنه علينا الإسراع في الأمر. الجميع الآن اركضوا. يجب أن أذهب لتحذير الجميع. كيميولو. أعتذر لأنك لست بحال جيدة هوفنباف، لكن علي أن أحرص على سلامة أصدقائي. سأعود ومعي يد العون. هيا بسرعة، حاولوا مجاراتي. شكرا لكم. ترو، ها أنت ذا، الحمم البركانية تطاردنا. سأتقدم وأبحث عن مكان آمن لكم. حسنا، سنتابع الركض فحسب. كهف، إنه ممتاز. أورك، سناك، إلى اليسار بسرعة. حسناً، نحن بأمان. قد تكونون بأمان من الحمم البركانية، لكنكم عالقون أيضاً. أنا أسفة حقاً، لا أستطيع حملكم إلى بر الأمان باستخدام كيميولو. سأحتاج إلى مساعدة الأماني. مساعدة الأماني ستكون جيدة. اجلسوا جميعاً بثبات إلى شجرة الأماني من فضلك. لا تقلقي بشأننا، سأقوم بتسلية هؤلاء ليتي. لا تخشوا شيئاً يا أصدقائي، الحمم البركانية قد تكون خطيرة، لكنها ممتازة إن كنتم مستعدين لأجل حلوى لذيذة. الأولى دائماً تتعرض للحرق. ربما علينا الانتظار كي تبرد الحمم. في هذه الأثناء يمكننا لنرى ماذا لدينا هنا. لدينا صخور، المزيد من الصخور هناك، الكثير من الصخور في هذا الكهف. هل تريدون القيام بحرفة ممتعة؟ هذا هو المطلوب. شكرا كيميلو، سأعود في الحال. أمر عجيب. زي ها؟ زي، جبل هوفنباف سائر. أهلا ترو، أعلم ذلك، كنت أراقبه من عندي. قولي ماذا حدث؟ كنا أنا وبارتلبي هناك عندما بدأ الأمر. مهلاً، انتظري لحظة، أين هو بارتلبي؟ محاصر مع ليتي، محاطون بالحمم البركانية. إنهم على جبل هوفنباف فعلاً؟ لماذا؟ أخذنا ليتي إلى ينابيع سبلاشي سبلاشي، ثم بدأت الأرض بالاهتزاز. ظننت أننا أغضبنا الجبل، بعدها بدا لي حزيناً، لست متأكدة، ولكن بارتلبي وليتي محاصرون بالحمم البركانية، وهي تتدفق من الجبل باتجاه الغابة اللامتناهية وقرية ليتي وكل المخلوقات التي في الغابة. يا لها من مشكلة، يبدو أمراً خطيراً. لنجلس ونفكر قليلاً. حسناً ترو، كيف ستساعدك شجرة الأماني؟ حسناً، أول ما علينا فعله هو إنقاذ بارتلبي وليتي من الحمم البركانية. تا
تفكير جيد. ثم عندما يكون الجميع بأمان، علينا أن نمنع الحمم البركانية من الوصول إلى الغابة. سمعتك شجرة الأمان ترو، حان وقت الحصول على أمنياتك الثلاث. أنا مستعدة. يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، شاركينا أمانيك المذهلة. شاركيني يا شجرة الأمنيات، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة. فرما شاركيني رجاء يا شجرة الأمنيات، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزة. بالقوة السحرية معا نصنع المعجزة. لدي شعور جيد بشأن هذه الأماني، والآن لنرى ما الذي ستقوله الموسوعة. الأمنية الأولى هي ثيرمو. ثيرمو يمكن له تحمل الحرارة، حارة أم باردة، ولا يشعر بشيء. ثيرمو كثير الحماية. أنت ما أحتاجه تماماً لعبور الحمم البركانية الحارة. ثيرمو. الأمنية التالية هي ديجي داغ. ديجي داغ يحب الاتساخ، يمكنه أيضاً تحريك الكثير من التراب بسرعة قصوى. ممتاز ديجي داغ، يمكنك حفر حفرة تتسع لكل الحمم البركانية الحارة. ديجي داغ. ديجي داغ. أمنيتك الثالثة هي إيلونغي. مرحباً إيلونغي. إيلونغي أمنية تمدد، يمكنه التمدد لمسافة فائقة الطول. إيلونغي، لست متأكدة كيف يمكنك المساعدة مع جبل هافن باف، لكن أعلم أنني سأتلقى المساعدة منك دائماً. زو زب زعب، الأماني في حقيبتي. شكراً على كل شيء زي. لا شكر على واجب، وداعاً. حسناً، مجرد صخرة صغيرة هنا وانتهت. نجحت، يبدو كملك قوس قزح تماماً. أحياناً أبهر نفسي. حسناً يا أصدقائي اليتي، لنرى ماذا ابتكرتم. أو أرجوكم لا تخجلوا، هذا أول تمثال صخور لكم، وتذكروا بأنني محترف بعض الشيء. أجل، حسناً، ليس سيئاً بالنسبة لمحاولة أولى، لكن لا يمكن أن نكون جميعاً عمال أحجار ماهرين. بالقليل من المساعدة مني، ستملكون الكثير من الإمكانيات. بارتلبي، أرجو لأخرج الجميع من الجبل. ترو، لسوء الحظ لا يمكننا إنهاء التماثيل الصخرية، هذا مخيب للآمال. حسناً، بما أن ترو هنا، فلنشكل طابوراً. تجمعوا فرادى، شكراً. سأخرجكم من هناك بسرعة. حان وقت أمنيتي الأولى. زب زاب زو، أختارك. استيقظ يا ثيرمو، تحقق يا أمنية. مرحبا ثيرمو. ثيرمو، تلك الحمم البركانية حارة للغاية، هل تحتمل الحرارة؟ لا لا والله. ثيرمو مرحبا. حسنا، لنذهب يا ثيرمو. هيا جميعاً، ترغبون بركوب هذه الموجة؟ عمل رائع ثيرمو. ثيرمو، شكرا على انقاذك اصدقائي بطريقه ممتعه. والان الى الحقيبه. حسنا، والان ماذا بشان ايقاف تلك الحمم؟ فكري بسرعه ترو. لا تقلق، ساتولى الامر.
حان وقت أمنيتي الثانية. زب زب زو أختارك. استيقظ ديجي داغ. تحقق يا أمنية. مرحبا ديجي داغ، يوجد نهر كبير من الحمى متجه نحونا. ديجي داغ ديجي داغ، هل حفرت حفرة كبيرة تتسعها؟ ديجي داغ داغ. مرحبا. حسنا ديجي داغ، لنبدأ الحفر. ترو، الحمم البركانية تقترب. كنت تنتهي. عمل رائع يا ديجي داغ، لنخرج من هنا. مرحبا. ترو أنقذت الغابة. شكرا على كل شيء ديجي داغ، والآن إلى الحقيبة. لست متأكدة أن الجبل غاضب يا أورغ. ليس وجها غاضبا حقا، هذا وجه غاضب. وجه الجبل، انطباع وجهك عندما يداس على ذيلك. إذن أحد ما داس على ذيل الجبل؟ أعني أن وجه الجبل يبدو كأنه متألم، كما تشعر عندما يخزك شيء. عندما يخزك شيء يخزك. عرفت ما الذي جعل الجبل منزعجاً، اتبعيني. هل الجميع بأمان هنا؟ حسناً سأعود في الحال. إنه هنا في الأعلى، وجدنا جروك جالسة فوق ذاك الجذع. عجباً، يبدو عالقاً في النافورة الحارة. لا عجب في أن الجبل مصاب بنوبة غضب، يبدو ذلك غير مريح أبداً. أثق بأن جبل هافنباف سيشعر بحال أفضل إن أزلنا الجذع. سنيك لم تتمكن من سحبه حتى بعد أن أرخيته لها قليلاً. أثق بأننا سنجد حلاً. حسناً، من الصعب التفكير بأي شيء مع كل هذا الاهتزاز الذي يحدث. أنت محق بارتلبي، لنذهب ونحاول تهدئة جبل هافنباف. كيميولو. مرحباً يا جبل هافنباف. هذه أنا مجدداً ترو، وهذا صديقي المقرب بارتلبي. جئنا بسلام. يمكننا أن نرى أنك منزعج جداً، هل لديك مانع في أن نساعدك؟ حسناً، إذن متى ما شعرت بالانزعاج خذ نفساً عميقاً بهذا الشكل. جرب الأمر. لابد أن ذاك الجذع المغروس في جانبك يؤلمك. لا تقلق، سنخرجه. لكن ترو، كيف سنفعل ذلك؟ حسناً، ما زال لدي أمنية أخرى. إيلونغي. لا أدري، إيلونغي لا يبدو قوياً لسحب شجرة من نافورة ساخنة. أعتقد أنك محق، لذا لنفكر في الأمر. حسناً، يحاول جبل هافنباف نفخ الجذع من جانبه، لكن كلما يحاول هذا ينفخ قمته بدلاً من ذلك. ربما يمكن لإيلونغي أن يغطي القمة، وعندما ينفخ الجبل يندفع الجذع إلى الخارج. هذه هي يا جبل هافنباف، لدينا خطة. لن تكون مرتاحاً قليلاً لمدة دقيقة، لكن بعدها ستتحسن. عليك أن تتحلى بالشجاعة وتثق بي، اتفقنا؟ عظيم، حان وقت أمنيتي الثالثة. زب زب زو أختارك. استيقظ إيلونغي. تحقق يا أمنية. مرحبا إيلونغي، إليك الخطة. ستتمدد على كامل قمة جبل هافنباف، وعليك أن تتشبث بشدة. هل فعلت ذلك؟ هيا هيا
تفضلوا إيلونغي، اقتربي بنا أكثر رجاءً يا كيميلو. انطلق إيلونغي! يا جبل هافنباف، انفخ مجدداً بشدة كبيرة الآن. ابقى مكانك. هل أنت بخير؟ إذا تمسك بشدة. يا جبل هافنباف، انفخ مجدداً بشدة كبيرة. ترو، لا أعتقد أن الأمر ينجح. انفخ بشدة، بأشد ما تستطيع. نجحنا. كان ذلك مذهلاً. معك حق. لنرى إن كان جبل هافنباف قد تحسن. أفضل؟ إيلونغي، تمددك المميز أنقذ الموقف. زو زب زعب إلى الحقيبة. وداعاً يا جبل هافنباف، أراك قريباً. يصنع هذا الجذع أرجوحة توازن أفضل من وخز جانب الجبل. أعتقد أن جبل هافنباف يوافقك الرأي. شكراً لكما على إحضارنا إلى هنا. في النهاية كانت نزهة ممتعة جداً. أجل، رغم أن المياه كانت باردة في ينابيع سبليشي سبلاشي، كنت أتطلع قدماً للغوص في ليس مجدداً. إنها باردة، ليست باردة. انتظر لحظة. هل هذا بخار؟ إنه دافئ تماماً كحوض استحمام طبيعي. والآن هذه المياه أستطيع تحملها. أعتقد أن هذه طريقة جبل هافنباف لشكرنا. شكراً لك أيها الجبل. لقد أنقذت الموقف. آخر من ينزل المياه فاكهة متعفنة. الانطلاق المدفعي.